السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جيت اليوم باش ندخل نهنيكم ونهني راسي بالهد كا اللي وصلت ليها القناة ديالي قرقبات. هاد القناة اللي فيها محتوى كنقرقبوا فيه النب شوية مع الأشياء اللي يعني كنشوفوها يعني مستواها ضئيل، ما كتعطيش واحد الصورة زوينة للبلاد المغرب ديالنا. كنبغيو نحسنوا من الاشياء اللي هي كنشوفوها شويه ماشي في المستوى، لان بلادنا زوينه وتتحتاج اننا نعطيو على واحد الصوره زوينه. هذه القناه اللي حليتها وخديت فيها عائله بواحد الوقت، انا ما غاديش نقول انا تعطل ولا بالعكس، انا عجبني هذا التوقيت وخديت فيه وقت لاني خديت ناس حبوني واشتركوا عندي من قلب القلب ديالهم الخالص. انا جد سعيدة انني وصلت لعائلة اخرى بعد العائلة ديالي طبعا اللي هي اساسية، وتحت انتم طبعا اساسيين. هاد العائلة اللي كتضامن معي وكتحبني وكتشوفني وكتشجعني، هاد العائلة اللي ان شاء الله بغيتها تكون معي باش نزيدوا القدام، وحنا ماشي زربانين باش نكون واحد العائلة بالسرعة، لا احنا كنكون عائلة بالمحتوى، المحتوى اللي تيكون صادق، المحتوى اللي كنحاربوا به بزاف ديال الحوايج اللي ما زوينينش في قنوات اخرين كنهضروا عليها وكننتقدوها. وكنتمنوا ان كل القنوات ترجع تكون عندها مصداقية، وكيف كنشوفوا في بعض القنوات انهم عندهم مصداقية وعندهم عائلة كبيرة، مع العلم ان ما عندهمش بزاف وانما مكتفين حتى هما، لان الناس اللي عندهم بزاف هما اصحاب الروتينات واصحاب القنوات التافهة والقنوات اللي كتجيب الاشياء اللي هي غير مفيدة. كنتمنى القنوات ديال الطبخ والقنوات ديال الاسر اللي هي كتعطي واحد النظرة جد 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 مهمة مفيدة للعائلات، والقنوات ديال الدراسة والقنوات ديال اللي كتعرف بالبلاد والقنوات اللي هي وثائقية، انها تتألق وتاخد حقها ولو ان بشوية بشوية ماشي مشكل. المهم هو ان تكون عندك عائلة باش تكون عائلة. انا فرحانة جد فرحانة ان عندي عائلة فيها 1000 واحد، مع العلم ان عائلتي انا ما كتعدش هاد العدد، وانما العائلة اللي جيت اللي كونتها انا من نفسي وبالصوص ديالي الحب ديالهم ليا، ان قدرت نكونها ب1000. ما كيهمش المدة وما كيهمش العدد قد ما كيهم ان تكون عندك هاد العائلة وتكون عندها معاك واحد المصداقية، وتكون هم دخلوا عندك كيسمعوك بوقت شادين وقت طويل وحابينك وعارفينك، وهما اللي قبلوا انهم يكونوا عائلتك. انا غير قدمت الدعوة والدعوة كانت مستجابة، وانا فرحانة جدا جدا جدا، وكنتمنى الخير وكنتمنى السعادة لكل واحد دخل عندي، وكل واحد باقي ما دخلش عندي، وكل واحد مستعد يدخل عندي. المهم هو انك تفرج ودير لايك، ديروا لايك وتعلقوا وشوفوا اي حاجة ما عجبتكمش، اي تغييرات، اي حاجة ماشي مشكل، كيف ما كان تعليق كنجاوبوا عليه وكنستافدوا منه جميع. انا ظروفي الصحية شوية مضعضعة، كنتمنى انكم تكونوا يعني خدتوا بعين الاعتبار اني انا شوية عيانة وخصصت ديالي مضعضع، ولكن انا كنعرفكم انكم كتحبوني وكتعرفوا انني يعني كيف ما كان الصوت ديالي المهم كيوصل عندكم. وشكرا جزيلا 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 على هاد الانضمام لهاد الأسرة هذه، وكنتمنى هاد تزيد تكبر ان شاء الله بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.